وعييت بالدوران في مولاي بوسلام، عييت بنكتشف يمين يسار، قلت يلا نمشي لواحد القهوة زوينة كتطلع على البحر، قلت نجلس فيها ونشوف منظر كيف. ومشيت بالسيادة ديال القهوة جلست في المقهى هذه رائعة جدا، جلسة يعني خلوة مع الغروب رائع جدا والبحر شط الكورنيش، يعني جلسة ممتازة جدا. النفس طابت والحياة أجبرتني أساير أيامي على قدر الإمكان، والوقت قاسي والظروف أتعبتني، والحظ مايل عن مسارها ولا زان، حتى الليالي من هناها نستني، ما تسن لي قلب للأفراح شفقان، زادت غربي للزمان وعصتني، ما صدها موقف ولا حاجة إنسان. خروج من القهوة إلى البيت.